466 عائلة استفادت من سكنات اجتماعية جديدة بمجمع حي صنوبر. هذا سمحت لنا باش القضاء على سكنات الهشة بحي غالم وسيدي الهواري. هذه العملية مازالها متواصلة، البرنامج الجوي راه مسطر في إطار القضاء على سكنات الهشة وتوزيع السكنات الاجتماعية، وهذه العملية مرتبطة داخلة في إطار الاحتفالات بالذكرى المخلدة لاحتفالات أول نوفمبر إن شاء الله. ربي يحفظ لنا تبون، الله يحفظه، سترنا ربي يستره، ربي يعطي له إن شاء الله العافية والصحة. هاي اللي معاه رانا معاه للطول إن شاء الله.